السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم إنشاء جهاز وهمي Virtual Machine. إذن ما هو كالي لينكس؟ كالي لينكس كان يسمى سابقا Backtrack، وهو نظام تشغيل يحتوي على أدوات مثبتة لنا مسبقا حتى نقوم بعمل اختبار اختراق ناجح. وكالي لينكس يستخدمه أيضا الهاكرز، والذي أقصده هنا بلاك هات هاكرز، وهذا يعني أننا سوف نحصل على نتائج دقيقة لأننا سوف نستخدم نفس الأدوات التي يستخدمونها لاختراق الأنظمة. دعونا الآن نفتح الموقع الرسمي لكالي لينكس www.kali.org، نضغط على قسم داونلودز ثم داونلود كالي لينكس. كما نرى في صفحة الداونلود أنه يتواجد إصدارين من كالي 64 و32 بت، كما أنه تم تطوير إصدار ARM بروسيسورز أيضا، لذلك يمكن تثبيته على الراسبيري باي على سبيل المثال. لقد قمت مسبقا بتحميل كالي لينكس. بعد أن تقوم من الانتهاء من التحميل، يجب عليك التأكد من أن إنشاء checksum تم توليده عن طريق كالي وليست نسخة مزيفة. لمستخدمي ويندوز سوف نستخدم أداة مجانية تدعى Igorware. دعونا نذهب إلى موقعهم. هذا هو موقع الأداة المجانية Igorware. لقد قمت مسبقا بتحميل هذه الأداة Igorware هاشر، وهي أداة للتحقق من صحة الملفات المحملة عبر الإنترنت بواسطة دالة هاش. دعونا الآن نفتح الأداة ونتحقق من checksum. هذه هي أداة Igorware هاشر. نضغط على زر براوزر ونختار ملف الايزو. هذا هو الملف المستهدف. وفي النهاية نضغط على زر كالكوليت. بعد الحصول على النتيجة يجب علينا مقارنة الهاشين، الأول في موقع كالي والثاني الذي حصلنا عليه هنا. كما نرى أمامنا فإن الهاشين متطابقين، وهذا يعني أن نسختنا نظيفة وغير مزيفة. بإمكاننا استخدام أي هايبرفايزر أو مدير الجهاز الافتراضي لتثبيت كالي لينكس. بإمكاننا استخدام VMware أو فيرتشوال بوكس أو أي هايبرفايزر آخر تعرفونه. في هذه الدروس سوف أستخدم الفيرتشوال بوكس لإنشاء جهاز كالي الوهمي لسهولته والابتعاد عن تعقيدات البرامج الأخرى، ولكم حرية الاختيار. دعونا الآن نفتح الفيرتشوال بوكس ونضغط على زر نيو الواضح في الأعلى. في هذه النافذة نقوم بإدخال اسم الجهاز، وبإمكانك اختيار أي اسم تريده. وخذ في عين الاعتبار أنه إذا قمت بإنشاء جهاز وهمي جديد يجب أن تختار اسما آخر. للأوبريتنج سيستم أو نظام التشغيل اختر لينكس. للفيرجن اختر الإعدادات الافتراضية. والآن اضغط على التالي أو Next. في هذه الصفحة اختر حجم الذاكرة والتي سوف يتم تخصيصها للكالي كل مرة يقوم فيها بالإغلاق. 2 جيجا كافية لكالي حتى يقوم بالعمل. اضغط على Next أو التالي.
بعد ذلك يجب عليك تحديد قرص صلب وهمي لهذا الجهاز الوهمي. هناك عدة طرق معقدة ينتهجها الفيرشوال بوكس أو الصندوق الوهمي لتوفير مساحة على القرص الصلب للجهاز الوهمي أو الفيرشوال ماشين، ولكن الطريقة الأكثر شيوعاً هي استخدام ملف صورة كبيرة أو لارج إيميج فايل على القرص الحقيقي الخاص بك، ويمثل هذا الملف قرص صلب بأكمله، لذلك يمكن نسخه بالكامل إلى هوست أو مضيف آخر واستخدامه مع فيرتشوال بوكس آخر. إذا كنت تستخدم الصندوق الوهمي أو الفيرتشوال بوكس للمرة الأولى، سوف تحتاج إلى إنشاء صورة قرص صلب جديد أو نيو ديسك إيميج، لذلك استخدم الخيار الثاني وانقر على كرييت. بما أننا نستخدم الفيرتشوال بوكس أو الصندوق الوهمي، سوف نختار الخيار الأول في القائمة. يدعم الصندوق الوهمي نوعان من الإيميج فايلز أو ملفات الصور، الملفات المخصصة بالشكل الديناميكي Dynamically Allocated Files، والتي سوى تنمو أي تزيد في الحجم عندما يقوم الجوست أو الضيف فعليا بتخزين البيانات على قرصه الوهمي، وبالتالي فإن حجمه سيزيد مع الوقت إلى الحجم المعين أو المحدد. لتجنب ابتلاء القرص الصلب سوف نختار الخيار الثاني. سوف أختار 40 جيجا حجم القرص الصلب، ومن ثم أضغط على إنشاء أو Create. كما ترون فإنه تم إنشاء الجهاز الوهمي، وبإمكانك مشاهدته في القائمة على اليسار. سوف نحتاج إلى تغيير بعض الخيارات، وذلك بالضغط على زر الـ Settings أو الإعدادات. بعد ذلك نضغط على Network Tab ونختار Bridge Adapter، والآن نختار Storage Tab ونختار ملف ISO الخاص بنا. هذا هو الملف. ومن ثم نضغط على OK. تهانينا، لقد انتهينا من إنشاء جهاز وهمي جديد لكالي لينكس.